مهما اشتد علينا البلاء في أنفسنا أو في أموالنا أو في أهلينا، إلا أن نصبر وأن نقتدي بأنبياء الله عليهم سلام الله. هذا سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وسلم، دخل على ولده الصغير إبراهيم وهو يحتضر وعمره 17 شهرا يموت، فذرفت عينا رسول الله، بكى النبي الأعظم، بكى رسول الله، بكى حبيب الله. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله، يعني وأنت تبكي مثلنا يا رسول الله؟ قال: إنها رحمة، إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. يقول ربنا سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.